ساهلين بزاف وتلقاهم في كل دار. المهم هاد الوصفه فيها شويه ديال فيها واحد الطريقه باش انها تنجح لك. السلام الكبيدات الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اموركم مزيان؟ انا جيتكم عشاني فيديو جديد. قولوا لي واش توحشتوني ولا لا. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون افاده لبزاف منكم واللي طلبوه مني بزاف ديال البنات. واليوم عاد كتاب انني نقدم لكم هذا الفيديو. صراحه اغلبيه المرات فاش كنشوف هذا الكومونتير كنقول خصني ندير فيديو، خصني ندير فيديو، خصني نوصل هذه المعلومه. واليوم عاد كتاب ماشي مشكل وقت ما جي الخير ينفع. الوصفه ديال اليوم بالنسبه للبنات، الحل ديال البنات اللي كيكون مثلا غليظه من الجسم ديالها ولكن وجهها ضعيف، خاصها ضروري انها تغلط الوجه ديالها. الا كلاش وصفات ما كيغلطش ليها غير الوجه ديالها، يعني كيتزاد لها الوزن ديالها كامل. ولكن هاد الوصفه اللي نقدم لكم اليوم كيتزادوا لكم غير الحناك بزاف. وكيف عودتكم انه ما كيكونش بزاف ديال المكونات، كيكونوا جوج ديال المكونات وكيكون عندنا في الدار، عندي وعندك وعندنا كاملين هاد المكونات اللي النتيجه ديالهم زوينه 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 بزاف. يعني المداومه البنات اهم حاجه هي انكم تداوموا الحاجه. كيف كنقول في اي فيديو، فاش نعطيكم وصفه ديروها المره الاولى وتعجبكم الفيديو ديالها المره الاولى، داوموا عليها غتلقاو نتائج احسن من النهار الاول. كنتمنى حتى هذه الوصفه تجربوها وتشكروني عليها. رحمه الوالدين هي اهم حاجه. وقبل من هذا الشيء ما تنساوش حبيباتي تدعموني بجيم ديالكم، لي لايك ديالكم، ودابا دابا هبطوا الكومونتيرات وقولوا لي شنو الوصفات اللي تبغوني نقدم لكم، بما اننا جابدين الموضوع ديال الوصفات. المهم ما نطولش عليكم البلا بلا بزاف. الوصفه ديال اليوم غتكون زياده الحنيكات، زياده الخدود، باش تكونوا كاملين مخدود محنيكات كلنا. وصفه زوينه بزاف، ننصحكم انكم تجربوها. المناطق اللي بغيتوهم يتنفخوا لكم، سواء الحناك سواء الدقن، هنايا هاد البلاصه. هاد الوصفه فيها جوج ديال المكونات، جوج مكونات اللي ساهلين بزاف وتلقاهم في كل دار. المهم هاد الوصفه فيها شويه ديال فيها واحد الطريقه باش انها تنجح لك. المكون الاول البنات ديال الوصفه ديالنا ديال زياده الخدود ولا الحنيكات، كنحتاجو زيت الحلبه. كيف كتشوفوا هنا انا راه وجدته بوحدي في الدار، كيتقام احسن وكتكوني عارفه انه اوريجينال. غنخلي لكم الطريقه ديال تحضير ديال زيت الحلبه في المنزل في الاخر ديال الفيديو. وكنحتاجو كذلك نيفيا هكا. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، جوج ديال المكونات فقط، لا لا غلى على مسكين. المهم ندخلوا دابا في الوصفه، نبداو دابا في الطريقه ديال الوصفه. غادي ناخذ نيفيا بحال هكا، المهم انا غنديرها كامله. من الاحسن انكم ديروها كامله باش ما تبقاوش كل مره تصاوبوا وتجيبوا نيفيا وداك الشيء، تكون عندكم الكريمه مصوبه. كيف كتشوفوا البنات انا درت هنا نيفيا هكا، المهم درتها كامله. غادي نزيدو عليها هنا غندير تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الحلبه اولا جوج ديال المعالق صغارين. بحال هكا وغادي نخلطو مزيان مزيان تجانس لينا الزيت مع النيفيا. بحال هكا البنات مزيان مزيان دخلوا ليه الزيت. بالنسبه للريحه البنات راه ما كتبقاش عندكم الريحه ديال الحلبه نهائيا، يعني صافي كتحيد مع النيفيا الجهد ديال الريحه ديال النيفيا كتحيد لكم الريحه ديال الحلبه. قبل ما تخرجوا من الفيديو جربوا الوصفه ما تعكزوش عليها. يعني كيف كتشوفوا انا كنخلط فيه دابا، كمان نخلط مزيان مزيان حتى نحس باللي ولا كريمي، رجع بحال النيفيا ملي كانت في الاول. حس بيه رجع بحال هكاك، عاد نكمل التخليط. وبعد ما خلصتها البنات رجع عندي كريمي بحال دانون ولا بحال نيفيا نيتش بحال هكا. بالنسبه للبنات شحال درت ديال الزيت، كيف كتشوفوا درت هاد الكميه مشات ليا غير هاد الكميه. كل ما كثرتوا زيت ديال الحلبه كل ما مزيان. بالنسبه للبنات الا بغيتوا تطبقوا بحال هكا انا غندير واحد الطريقه عاد نطبقوا من بعد في وجهي. غادي نشد الخليط ونرجعو لهادي نيت، يعني باش يكون عندي سهل في انني نطبقه ويكون عندي سهل انني نحطه حتى ما
مكياجنا كيف كان عارفه البنات، كون حدا مكياجنا فوق ما تمشي تنعسي دهني هكا لوجهك الا كنتي في الدار وما غاديش تخرجي الشمس ولا شي بلاصه دهنيه. بالنسبه للبنات اللي غايقولوا لي واش ممكن اننا نديروا الحلبه مطحونه، الحلبه مطحونه الا درتيها كتبقاي مبرزطه مع في وجهك، ضروري خصك تغسلي، يعني كتكون مده محدده انك باش تغسلي وجهك صافي كتقنطك. احسن حاجه هي انكم ديروا زيت ديال الحلبه، وكيكون حتى في الفعاليه كيكون احسن من ان الحلبه مطحونه. هذه نصيحه لكم، نصيحه من وزاره الوصفات. المهم غندير هذاك الخليط ديالي غنديروه هنايا ونرجع باش نطبقوه. بالنسبه للبنات انا رجعتها لهذه ديالها ديال نيفيا نيت، كيف كتخرج لكم كونتيتي كبيره، يعني غادي تداوموا مده، يعني تكفيكم مده اسبوع هكا. وغادي شيت ليا هنايا شي شويه، هذيك غادي نحتفظ بها. بالنسبه للبنات الا بغيتو ديروها في الثلاجه ديروها في الثلاجه، ما كاينش مشكل. الا بغيتو تحطوها هكا حتى المكياج ولا شي حاجه باش تفكروها حطوها، ما كاينش المشكل نهائيا، ما فاتش شي حاجه اللي غادي تخسر ولا اللي عندها وقت محدد نهائيا. غنطبق معكم دابا الوصفه، قولوا لي غنطبق معكم دابا الوصفه، قولوا لي عندك الحناك فين غتزيدي شي حناك وحدين اخرين، شي نهار غادي تسدوا لي عيني بهذا الحناك. المهم انا غناخذ شويه هكا، ممكن انكم تدهنوا غير بيديكم، انا غندهن بالبانسو كدهنوا البلايص بحال هكا. البلايص اللي بغيتوهم يغلاضوا عندكم. بالنسبه للبنات اللي بغاو مثلا يدهنوا الوجه ديالهم كامل، باغين الوجه ديالهم كامل يغلاض، يدهنوا يتفاداو غير النيف وشويه تحت من العين. كيف كنعرفوا في الماسكات ما كنديروش تحت العين هكاك، المهم كتديروا بحال هكا. ما فيها البنات لا ريحه لا حتى شي حاجه، يمكن انكم ديروه نتوما مرتاحين بحال هكا. المهم انا ما بغيتش ندير وجهي كامل حيت بغيت نوري البنات غير البلايص اللي كنت كندير ليهم انا، وعلى حسب زعما البنات شنو كيسولوا على قبال الحنيكات. هذه هي الوصفه اللي كندير كنطبقها بحال هكا. سيري قضي الشغل ديالك، راه غادي تنشف وغتولي بحال لي نيفيا، ما تبقاش تبان لك بحال هكا. اما بالنسبه للبنات اللي باغيين يستعملوها ويخرجوا لشي بلاصه اولا عندهم شي حاجه تقضى وخصهم ضروري ما يضلوش بها النهار كامل، وخصهم ضروري يمسحوها بالزربه خاصك تبقاي بها مده ديال 30 دقيقه عاد تحيديها، تخليها بحال هكا في وجهك مده ديال 30 دقيقه عاد تحيديها، تغسلي بالصابون ديالك المعتاد عندك صافي، وان شاء الله النتيجه راه كتبان دغيا، يعني في مده ديال اسبوع كيبان لك الفرق ان راه وجهك بدا كيغلاض وبدا كيتنفخ. ولا سولكم شي واحد كيفاش تتنفخ لكم وجهكم، بارطاجيو معاه الفيديو باش حتى هو يستفاد وتعم الاستفاده ونعاونوا بعضياتنا على الشله. اي واحد محتاج شي وصفه ان بارطاجيو الوصفه اللي غادي تنفعو هكا، غادي تكون رحمة الوالدين احسن وافضل حاجة ممكن انكم تقدموا انكم تبارطاجيوها. انا غنخليه مدة ديال نص ساعة، من بعد عاد غادي نغسلو. بعد ما غسلت وجهي البنات كيف كتشوفوا صراحة كيخلي البشرة طيبة بحال الدراري الصغار، وكيخلي لك الريحة ديال النيفيا ما نقولش لكم. يا سلام، صحكم انكم تجربوه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على خشكم دنيا بلي لايك ديالكم، اللي اول مرة يشوفني ويشوف قناتي تشترك في القناة، ما غتندموش والله ما غتندمو، تشاركوا في القناة حيت مازال كاين جديد، مازال وصفات، مازال غتستافدوا من شحال من حاجه. كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم كيف العاده، نخليكم على خير، نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو مقبل. تهلاو في راسكم.